فكرتي في كتابة مقال الآن عن فنان، مين بتختاري لتكتبي عنه؟ تقولي أنا بدي أكتب عن الفنان ده. شوفي، أنا كتبت عن فنانين مصريين كتير. كتبت عن سنة جميل، كتبت عن عمر الشريف، كتبت عن أحمد رمزي. النهاردة في حد بعد ببالك تقولي عاوزة أكتب عن الفنان ده؟ محمود ياسين. محمود ياسين.